كوتش عبد الله معاكم، واول مره اليوم راح اخذ وضع مختلف بالنسبه لي، هو وضع المذيع، مو مع اي شخص، مع المتالقه والمحاربه اماني المذيعه المتالقه اماني، فعادي اخذ منك الدور. نبدل ادوار، انت محاربه، احنا كنا محاربين، ولكن اليوم بريشر اول مره يصير علي. ليش ابي اخذ اللقاء؟ لان ما شاء الله يعني نعرف من زمان متالقه ومشهوره، والحين هي في اعداد ان تطلع المحاربه اللي بداخلها، زين؟ فحبيت اخذ افكارها واشوف شنو بالنسبه لها فكره ان انت تطلعين المحاربه اللي بداخلها، زين؟ فاول شيء قبل ما نبلش، شنو كان حياتك قبل ما تجيني؟ شنو كنت تسوي؟ شنو كنت تمارسين بالرياضه او بشكل عام؟ لا، في جانبين، الإعلامي، الحياة عموما، حتى لو كنت شخص إعلامي، اليوم الحياة تصعب كل شيء على الشخص، تخلي فيه مشاكل داخلية، نفسية، وصلنا لمراحل في الحياة إحنا we're not happy. وايد مارست رياضات، سويت بوكسينج، سويت يوغا، I'm a dancing instructor. لا I teach Latin dance في العمل الدنيا، سويت وايد أشياء بس وقفت. To stop معناته في شيء غلط أو في شيء ناقص. To go down بهدل نفسك وما تمارس الرياضة هم مصيبة عودة. بالحركة بارك فيك، قلنا لنا روحوا ركضوا، روحوا مشوا، سووا رياضات، سووا ايروبكس، سوينا كل شيء بس توقف. اوكي. يو نيد حافز انك تسوي شيء وتكمل فيه. ممتاز. يوم من الايام يوم قلت لك بس كذي on سناب شات وانستغرام سمعت عن تيم كوك، مو من اي احد شفته اكشلي. دشيت عليك ريبلاي وقلت لك I need help I'm going down. اوكي، هذا اللي يجيب لحق السؤال الثاني. لما رحت على الانستغرام وشفتي بالسوشيال ميديا، حظنا حلو ان انت شفتي صدفه. اوكي، صدفه. بس شو اللي جذبك في الموضوع؟ يعني شو اللي شفتي؟ تيم ورك. في شيء جذبني، ما سبحان الله، يعني I'm so thankful ان لقيتكم صدفه، مع ان غيري سمع عنكم ودش عليكم او سمع من لما رحت على الانستغرام. أنا أول ما شفتكم بالمان إكسبلور دشيت عليك، بعدين دشيت على الصفحة. لا سوري، دشيت على الصفحة بعدين دشيت عليك. الانثوزيازم، التيم ورك نفس ما قلت لك، بيفور أند آفتر وايد عجبوني. فلقيت إيدي نفس روحي شي تكتب لك. قلت لي هيلب إز ذير، يور غانا بي ا ورير. نفس الأسبوع أنا جيت. ومن ذاك الأسبوع لليوم أنا ما قطعتهم، أنا مصدوم، أنا ما عارفة أنا. أوكي. سو You want to talk to AFW? We're talking is the best of the best. Changed my life. Wow. هذا سؤال رقم 3. طبعا الحين بما انك مارستي التمارين وشفتي يمكن شيء مختلف، تحديات يمكن جديده، او يعني شغلات اول مره تسويها، شنو الطباع؟ شنو حسيتي؟ وشو اللي خلاك تستمرين وما توقفين؟ لان بالاول شيء يكون صعب عليك تشوفهم تقول انا ما راح اسوي اللي هم يقدرون عليه، انا ما ايدي ما تشيلني او ما do any simple push-up ولا pull-up ولا set-up. لقيت نفسي كل ما اطيح واحد فيكم بعشرين يقول لي لا تقدرين، ترى كلنا احنا كذي. ثاني اسبوع صرت انا اللي ابي اسوي، ثالث اسبوع انا قاعده اداوم، رابع اسبوع قاعده اسوي اللي ما كنت اسويه بحياتي، خامس اسبوع صرت اطالع اقول خلصت كلاس، كل شيء صار سهل، تطورات وكل شيء صار يمشي بسرعه. اللي you need more. You need the team is beautiful, the exercise is beautiful, the change is showing. اللايف ستايل يتغير. شلون ساعدوك الكوتشز؟ كلكم. ما تخلون حتى الواحد يعطيكم عذر عشان يجيب. ترى حلو ان انا هني وانا ستاند اب وانا ما حد هني غصب عني. شفتي فن الموضوع؟ سو ماتش فن. هذا شيء مهم جدا، ان التمرين لازم يكون فن، لازم تستمتع بالتمرين عشان في حافز او حماس انه يخلينا نستمر. وبنفس الوقت انه شيء يخلينا نستمر ونتابع، بس هم يطلع شيء داخلك، شيء حلو. هذا السؤال اللي كنت بسالك اياه، في شيء داخلك؟ في اشياء جديده احنا يمكن حركات جديده، تمارين جديده، شغلات جديده. بيرسون، انا مغوير داخلي. من متى انا معرفه نفسي؟ متى انا فيني هذه؟ اوكي. للحين جاي اكتب صراحه ستوديو. اوكي يعني حسيت ان الشخص تقدر تقول عظيم اللي داخلك. ايه. تستاهل. الحين لما طلع بس ابي. يبي يطلع. يعني اذا انتم تقدرون انا اقدر. كل اللي دش الكلاس قدر. فانا اكيد اقدر. اللي قلتيه الحين هذا اللي ودي نوصله حق الناس، انه يو كان دو ات، يعني اي شخص
ما في مجال يعني اللي يقول حق نفسه ما اقدر هذا بالعكس هو يفهم. انا اكثر احس العالم اقول ما كنت اقدر اقول لكم الحين اكان اذا انا اقدر انتم تقدرون. انزين وبعد الحين طبعا الممارسه وقاعد تشوفين شنو تتوقعين في المستقبل؟ شنو تتوقعين انك توصلين له او شنو راح يكون هدفك؟ اول شيء الاستمرار لان ما اتخيل حياتي بدونكم ولا بدون احس. انزين الاستمرار والتوسع. ثاني شيء اللايف ستايل مالي نفس ما قلت قاعد يتغير فيه حتى هابتس وطرق تفكير وطرق اكل تتعب على نفسك اخر شيء تخربها بهالشيء ولا بالاكله ولا بهالتصرف ولا فيصير روتين مهم مو روتين ممل مهم تبي تسويه وما تبي تخربه. فيوانا تو بيتر تلاقي الخطوات هي افضل افضل. اتوقع هذا كلامي مو مجامله لان الكل يفكر نفسه هذا الكلاسيك اللي يفكر هذا اللي نبي نقوله ان احنا وفيفا لا فاميليا فيفا لا فاميليا ونبي نقول ان تي اف دبليو او تراي فور وريز دائما احنا نقول تي اف دبليو فور لايف طبعا مو قصدنا فقط انه يكون فور لايف لا فور لايف فور اور لايف فور لايف فور لايف ويعطيك الف عافيه. ثانك يو ثانك يو ثانك يو سو براد اوف يو ام سو لاكي اند هابي تو دو ذس انترفيو وان شاء الله قدرت اخذ الدور. جوين اس جوين اس يو سي سمثينج اوكي اند يو كان جوين اس ان ذا ريزيستنس.